ولأن الأصالة والمعاصرة باقي ما اغتسلتش من الماضي ديالها بما فيه الكفاية، يلا هذاك وهبيك كيجي عندي مرة مرة يتيمم. ويخرج شي تصويرة ويقول ودي حنا تبنا الله، راه ما بقيناش بحال اللي كنا شحال هادي. دابا راه العدالة والتنمية اللي كانت طايرة له معنا حنا تصارحنا معاه، حنا جينا كاع عند عبد الإله بن كيران، وتيخرج داك التصويرة. أنا ديك الساعات ماشي ما واعيش هاد الشيء، لأن أنا في واحد شوية الغفلة خصكم تعرفوها، أنا ماشي زعما مطور، راه ما مطورش، ماشي بليد أتونسيون، وإني مطور ما مطورش كاع باش نفضيهم. هذيك الساعات كنستقبلو بقلب سليم، وهو تيتصور، انا ما كنتصورش معاه، ما كناخذش انا التصويره لراسي، كتاخذ التصويره فريد ولا كتعطيه تصويرته هو، ما كان ولا كاع تصورت معاه، لان ذاك البلد ديال فريد حتى هو ما تعرفوش كيدير ذاك التصاور، هو اللي كيخرجهم انا ما كنخرجهمش. إذن كيتيمم ويقول لهم صافي، ويني باقي 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 لاصقه فيه السمعه ديال الفساد والاستبداد اللي كان باغي هذاك الياس العمري يدير لنا في هذا المغرب.